هاي، ازيكم؟ كيفكم؟ اخباركم؟ احوالكم؟ ان شاء الله طيبين وعلى اتم الصحه يا رب. مشتاقين، وده فيديو جديد حاخدكم فيه معايا كيف بتجهز وبطلع كماما عشان اودي بنت الحضانه، وبعد ذاك انا امشي الدوام في الايام اللي بيكون عندي فيها دوام. زي ما شايفين هسي حاليا انا بالصباحيه بحضر الفطور اول حاجه لي ولام هند، والايام دي اختي ممتحنه برضو قاعده معاي في البيت، فبحضر لهم كلهم الفطور وبجهزه. بعد ما اجهز الفطور وانتهي من كل تجهيزه، بعد ذاك ببدا اجهز ليقين اللانش بوكس بتاعه. وبعتمد في تجهيز اللانش بوكس بتاع يقين على بواقي الاكل او الحاجات اللي بخليها من اليوم اللي قبله، لانه هي لما بتمشي اوريدي هي بتكون فطرت بالصباحيه في الفطور يعني معانا، فبعتمد انه اللانش بوكس بتاعي يكون غدا، لانه هي بتاكله زي الساعه 12 واحدة كده. فدايما بحاول اخد لها دجاج لحمه مع خضار، وطبعا معه فواكه. ده كان باقي رز من اليوم اللي قبليه وكان معمول به سمك، وهي اوريدي كانت حابه شديد، فانا بس سخنته لها واخدته لها في اللانش بوكس بتاعها. بعدك لانه اللانش بوكس بتاعها ده ما مقسوم، انا صراحه عاجبني شكله كده، ما كان نفسي انه يكون مقسم شديد، كان نفسي انه يكون كده عشان اكون قادره اتحكم في الكميات واشوف هي اكلت قدر شنو. فباخدت لها كميه كويسه مناسبه يعني. وبعد ما اخدت لها الرز او المكرونه او whatever الحاجه اللي انا باخدت عليها، مرات باخدت لها فول، مرات حتى باخدت لها عصيده وقراصه، عادي ما قاعده اتشبث شديد بالموضوع. مرات بيكون في باقي ملاح وارد بتحب الملاحات شديد، فعادي باخدت لها. هنا برضو خدت لها برتقاله، وعلى حسب المتوفر عندنا في البيت، برتقال، موز، تفاح، عنب، whatever الفاكهه المتوفره بس باخدتها لها. وبعد ما اجهز اللانش بوكس بتاعها ببدا اجهزها هي، وبخليها هي تلبس وتكون جاهزه في هدومها، وبسرح لها وبخدها في حته بحيث انه هي ما تتوسخ مسافه ما انا اجهز واجهز نفسي. هنا كنت بطلع في اللبسه بتاعتي من الدولاب، بما انه الصيف جو داخل وكده، فبحاول دائما البس الوان فاتحه، لانه انا اوريدي بحب الالوان الفاتحه من غير صيف وكده، لكن مع الصيف بحس انه بتكون عمليه اكثر. واليوم داك بالرغم من انه انا دائما بتحاشى البس ابيض، كان نفسي انه انا البس ابيض، فاكشلي لبست ابيض، وكانت عندي شنطه كده لونها اخضر برضو طقمتها مع اللبسة، هتشوفوها في نهاية الفيديو يعني، خليكم متابعين عشان في نهاية الفيديو حوريكم يعني. فصراحة الروتين بتاعي بسيط شديد، أصلا بصحى قبل الكل كلهم، وبقعد في زمن برايم على نفسي، عشان كده ما صورت لكم، لأنه حقيقي زمن على بال ما اعمل الميك اب بتاعي اوريكم عشان اوديك الحضانه. انت اوريدي خلاص جهزتي؟ قاعده جنبي. اوه بالرغم من اوديك الحضانه وماما تمشي وين؟ ماما تمشي شغل، لانه لو خليتي ورا بدو خلي ماما تجهز كده، تجيب الحاجات اللي عندي، هاخدكم خطوه بخطوه جوه كده كيف بنعمل الميك اب. وقع التليفون، اتمنى انكم تستمتعوا. استني استني، هاك هاك. طيب اوكي، حاضر حاضر، حجيب لك. قرعتي جزمتك يا نانا؟ انا ما عندي حسب لكم الكاميرا دي كيف. اوكي، اي ثينك ده احسن بوزيشن لحد هسي. خلاص انت كده قاعده مرتاحه مبسوطه. قرعتي جزمتك ليه؟ افترض ما نتاخر عشان ماما عندها شغل. سو زي ما شفتوا من الصباح الروتين بتاعي بسيط جدا جدا، بس حاليا الميك اب برضه بتاع افري داي ده انا ما قاعد اطلع كل يوم في الاسبوع، انا لانه شغاله سوشيال ميديا سبيشالست، فبتكون بس سام تايمز عندي ميتينجز كده، فبضطر اطلع عليها من البيت، لكن ما بطلع كل يوم يعني. دوامي ما كل يوم، دوامي يومين لثلاث ايام في الاسبوع يعني، على حسب الحوجه. في اسابيع بنكون مدروشين، فمرات بمشي كل يوم يعني، او الاسبوع كله بكون طالع. ماما بتعمل في شنو؟ نو بليز، انا ما شايفه لانه ما لابسه نظارتي. اوكي لابسه نظارتي عشان اشوف. اوكي، فا انا اوريدي مغسله وشي ومجهزاه، بس حارطبه حسي حاليا. هاك امسكي انت ده، حارطبه بمرطب الوش بتاعي اللي هو بتاع اطفال، هو اصلا اكشلي في الحقيقه قالوا انه بتاع اطفال، لكن انا حسبه فور ايفري ون، اللي هو سيباميد. ده مرطب لزوز جدا، حلو شديد، انا قاعده احب اعمله حسب انه انا عايزه ليا بدا امسك بقى شعري. عشان نلم الشعر عشان ما يجينا في وشنا ونحن بنعمل الميك اب. طبعا ما بعمل ميك اب كتير، لانه انا من نوع المكياج كتير، بعمل بس حواجباني، شوية اي شادو في العين و بلاشر طبعا، وبعد ذاك بشوف
انا بالنسبه لي المكياج كله روج، يعني بحب انا ممكن اعمل بس خشمي، اعمل ليب كومبو في خشمي وخلاص اطلع، يعني كده بالنسبه لي مور ذان انف. طيب هم عندهم مرايه، دي بودره بتاعت حواجب من نوت، باها شديد، تعذبت شديد عشان القى بودره بتاعت حواجب لونها مناسب مع لون شعري، لانه انا لون شعري غامق اسود، وما اسود اسود لكن يعني غامق، يعني يعني احس لونها بني بس غامق، فدايما اللي بلقاهم بيكون لونها فاتح. تخيلوا دي، دي بودره بتاعت حواجب، تخيلوا لونها فاتح كيف، شوفوا الفرق، شوفوا الفرق، شايفين الفرق دي؟ هسه حاليا انا قاعده استخدمها كاي شادو، ما يفوتكم يعني، هسه هوريكم لانه لونها حلو كاي شادو في عيونه. فتخيلوا كان عامله في حواجب، يعني كان بيكون منظره شين، وبعدين بعيده من حواجب، يعني نو 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 يا استاذه ما تاكلي، العبي بس. طبعا يقين بتلعب بالفرش على بال ما انا على بال ما انا اجهز، عندها غرام بجد، بتحب تجي تقعد معاي هنا ونجهز سوا، انا بجهزها بخلص منها بتوعدك بجيبها. الميك اب بتاعي جوا في الدرج عشان كده هي ما بتقدر، يعني ما بتطلغوص، فما بخاف عليها تطلغوص، فبحطها بس جنبي بس بتلعب بالفرش، تقعد كل شويه تشيل واحده بس بالراحه، ما ترمي المرايه. طبعا المرايه لسه ما ثبتها، مفترض امشي باسرع فرصه. شوف زوجي ثبتها لي في الحيطه عشان يقين ما شاء الله عليها بتتحرك قوي. نعم حبيبتي، مبسوطة انت؟ انت مبسوطة يا ماما؟ الله يرضى عليكي. الحاجة اللي انا بحبها في البودرة بتاعت الحواجب انه لو غلطتي عادي بتقدري تمسحي، ما زي الجل، انا الجل بحس هو بعقد لي حياتي، حسي دي فيها جل لكن ما اعتقد في يوم من الايام صراحة انه انا استخدمه، لانه ماما بقعتي لي المراية ووسختيها حبيبتي. اهلا يا مرحبا، يا ربي حضروا الفيديو بتاعي كالفات، الحسي حاليا نزل اللي انا عاملة فيه مقابلة معاكي، شافوا قدر شريتي مستهبلة. يعني انا لو ما حضرته في فيديو انا نزلته على اليوتيوب قبل الفيديو ده، يقونا عملت معاها مقابلة على أساس إنها شخصية مشهورة. ازيك يا مشهورة؟ مامي بالراحة الله يرضى عليكي. فا قولوا إني ما بحب موضوع الفرش ده، لكن I should have one. أوكي طيب، لو سمحتي يا أستاذة ممكن تاخذيني أشتغل شغلي؟ ممكن؟ شكرا. بليز ما دارين أي إزعاج. أوكي أنا كان عندي الفلافي براش دي، خلصنا كده من الحواجب، هرجع عليها تاني بعدين. لا لا يا حلوة، نجي لل، كان مفترض انها بتاعت نانا، نانا انا قاعدة اعمل ميك اب حبيبي، هاجي اعملها في جفني، هم لونهم بني فحيدي بني حلو، ده اللون البني ده تقريبا بيجي مع اي لبسة انت ممكن تلبسيها في الحياة، فانا ما زعلانه انه انا اشتريتها لانه انا قلبت هي لانه انا قلبتها اي شاد. طيب حاضر، ممكن بس بعد اخلص ينفع؟ طيب نجي لاحلى بلاشر في التاريخ من شي جلام، دي الصوره بتاعته، اسمه سويت تشيكس بلاش، حاجه كده تشيكس شي جلام، فيه ثلاثة أنواع، هو كذا لون، شوفوا اللون اللي بينفع مع بشرتكم على حسب تدرج البشرة. مامي ثانية، أنا بشيل من ده ومن ده، أوه شوفوا الجمال. أنتي برضه شفتي الجمال؟ أوكي طيب أوكي، نام يا روحي نام، هتقعي كده، هتقعي كده، هتقعي. طيب لو حسيت انه البلاشر كتير بجيب الفرشة اللي بعمل بيها البودرة وبقوم بوزع بيها شوية. ضربتي روحك وضربتي صح؟ وجعك؟
ما لكن انت ما ممكن تكوني متوقعة انك انت حتخشي في المراية في وشك. طالع يا جماعة، طلع طايف في عيني. ممكن يا يقين اجهز عشان تعرف بس الامهات بيجهزوا كيف. يعني مزاجي جلوس، فغالبا اعمل ده او ده. ده اللي هو لونه شوية احمر، ده لونه شوية، غالبا هعمل ده. لكن قبل ما نعمل الجلوس هنعمل ايه بس يا بنت؟ طبعا دي عندها غرام اسمه جلوسات، تحبها حب ما طبيعي. هو ما تشوف جلوس عنولها ده تضحكي، عندها غرام ما طبيعي. طيب ممكن تزحليك يا شوية. طيب وين الهناية بتاعت الهايلايتر؟ وين فرشة الهايلايتر يا يقين؟ طيب ما معاكي هنا يا روحي انتي. الله يا يقين، يعني انا كل يوم بيحصل لي معاكي امتحان عشان انا اشوف هل انا هعمل الميك اب بتاعي والله هطلع وشي كده ما لقيت غيرها فسنستعملها. ده برضو من شي جلام، انا طبعا لانه مكسور فما قادرة اوريكم له عديل، لكن ده هو. شايف البنات في انستجرام لما كان سألتهم عن انه هل عندكم طرق، كان في كم واحدة قالت لي طريقة، في ناس قالوا لي اعملي فيه كحول اللي هو زي معقم كده خليه ينشف لحد الصباح، في ناس قالوا لي اعملي له مزيل مكياج. دايره شنو هاك؟ اعملي له مزيل مكياج وبرضه خليه لحد الصباح فاتح. بس حاسه انه موضوع مزيل المكياج ده doesn't work، لانه يعني مزيل المكياج ما حي خليه تاني ما يثبت، ما عارفه just it doesn't make sense for me. اوكي نجيب الفرشة الف. نعم بتعملي في شنو هاكها؟ تفضلي. طبعا هي الفرشة اللي انا بستخدمها بتكون بعدك بالنسبة لها بقت خلاص. نعمل في مدمال عين عشان انا برضو بحب الحركة دي من زمان، بحس بيها راقية كده. اوه هعمل جلوس، احدد خشمي، اي ثينك انه هحدد خشمي بقلم من شي جلام، لكن هو انه انا كده اللي يلمني فيه. يا حبيبة عمري يا نانا، اللي هو ده اسمه جلام 101، ما عارفة صراحة هل عنده رقم تاني اسمه. المهم هو دارك كده بني حبيبي يا حبيبي. هقوم حامله في الاطراف كده، عملنا حددنا الشفاه، ممكن نعبيها في الاطراف كده. اوكي ممكن الجلوس يا استاذه، هعمل لك هاك، اعمل لك هاك 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 هاك. يلا بتجيف يا جماعه على الجلوس، لما نيجي اعملها الجلوس بتجيف. طيب ده في النص الكومبينيشن حلو. And that's it. ده شكل الميك اب. انا ما عارفه اذا تقدرين تشوفوه ولا شنو، خلوني اخلص لبس وتسريح بعدك حاجه اوريكم الفاينل ريزلت، افترض يكون في الشنطه. هيا بينا نكمل باقي التسريح. يلا يلا هيا بينا let's go. يلا طلعت هندي الفرشه انت قاعده فيها، انت كل الفرشه انت قاعده فيها. ده هو الفاينل لوك بتاعي. نعم يا ماما. جزمة بيضة ويقونة لابسة جينز وتيشيرت أبيض وجزمة بيضة. نعم ماما. أتمنى إنكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، لحد ما ألاقيكم في فيديو جديد وناس جديدة وحاجات تانية أطيب. أبقوا طيبين. أوه مع السلامة، باي.